المهم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نكون خفيفه عليكم وتعجبكم الريسيطه اللي جيت لكم اليوم بها. الطريقه كيفاش نديروا واحد البوتنجال مخلل، عيب الخل وبالشرموله، يعني ما يعني عين نفوروه ونطيبوا. هذه هي النتيجه النهائيه. ها هو كيفاش كتشوفوا، هو صغير فهمتيني، تقدروا ديروه حتى بالكبير. انا وريتكم، غنوريكم دابا الطريقه، وانتم بقاو معايا. وشكرا على لي لايك ديالكم، وكنطلب منكم ديروا تبارطاجوني مع الناس اللي كتعرفوا، وما تبخلوش عليا بلي لايك، وما تبخلوش على تفعيل الجرس. وشكرا لكم كاملين، ونتمنى تعجبكم الجال مخلل، ولكن خصكم تجربوه باش تذوقوه. وديما ما يخطاكمش من الثلاجه، لانه واحد الطريقه زوينه زعما بزاف. وانتم معايا كديروا على الشرموله كامله اللي كتبقى صافي، وكتغطيو. هي حاولوا ما امكن طاسه تكون اللي كتسد مزيان وما كيدخلوش الهواء، فهمتوني؟ صافي، وكديروا في الثلاجه كتحتفظوا به. وفوق ماش بغيتوا تقدموا شي حاجه كتقدموها معاه. وحنا وصلنا الشكل ديالو النهائي، ها نتوما كتشوفوا، تقدروا تحتفظوا به. وشويه واحد ينوع من الدنجال مقلي ولا الدنجال زعلوك، هالطريقة الطريقه كتكون زوينه، ومع كيشرب الخل وكيشرب الشرموله كيجي بنين. المهم جربوه وردوا عليا، وشكرا لكم. ديال الكوزينه درت فيه الماء سخون، ودرت فيه معلقه ديال الملحه كبيره باش ندير فيه الدنجال يتغسل ومنها يتحيد له ديك الزروقيه ديالو. بالنسبه للدنجال الصغير كنقطعوا على هذه الطريقه، اما تقطعوه على 6 ولا على 8 اللي بغيتو، على حسب الحجم اللي عندكم. ها نتومايا، والدنجال الكبير كيتقطع بهذا الشكل، كيبقى شاد الراس وكتقطعوه بهذا الشكل. لا بغيتو تحيدوا الراس وتقطعوه هكايا غير شرائح طويله، تقدروا، كل واحد على حساب. المهم هاد الدنجال كيدار مخلل بعيب الخل وبالشرموله، نتوما تشوفوه معايا. وكنديروه في الثلاجه وكنقدموه بارد مع العدس مع الحوت. المهم اهم حاجه هاد الدنجال الصغير يبقى شادو الراس، لان من بعد كيجي زوين وكيجي بنين. هذا ما كنديروا فيه لا حامض لا والو، كنديروا فيه غير الشرموله. ها نتوما تشوفوا الطريقه باش غنديروا. ها نتوما وكن صافي، وكنرقدوه في الماء سخون. ها نتوما نرقدوه في الماء سخون بالملحه، راه درت معلقه الملحه كبيره هنايا، نرقدوه باش يتحيد ديك الزروقيه ديالو كامله هكا بحال عيد تغسل. ومن بعد خليكم معايا، احنا نخليه واحد شويه يترخى في الماء وعاد نبخروه. المهم دابا غندير، انا استعملت غير الكسكاس هكايا بغيت باش نديرو، نشوف لا بغا ما بغاش غنديرو في ديال البرمه ديال الوسخ، وشحال واخا ديال هذيك اللون ديالو. دابا درتو في الكوكوط، عن درت له شويه، ما درت له والو. دابا غنديرو في الكوكوط هكايا، غنخليه حتى يدير، ما درت فيه لا ما لا والو في الكوكوط، باش غنبخرو في الكوكوط، فهمتي؟ غنبخرو باش يبقى ليا ناشف. ايوا وعنرجع معاكم. تبخر ليا الدنجال، هانتوما كتشوفو تبخر. غنحتاج نص كاس ديال الخل، نص كاس، ما كاملش نص كاس ديال الخل ديالنا ديال المغرب، سواء الخل الابيض، انا كنفضل الخل هذاك الخل ديالنا الاول الاحمر العادي. كنحتاج 3 المعالق ديال القزبر ومعدنوس والثومه مطحونين. كنحتاج الكمون، السودانيه على حسب كل واحد. انا درت هاد المعلقه صغيره، وكنحتاج معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر الحلوه والملحه. وكندير دابا كندير مقله، كندير فيها الزيت، لان هاد الشرموله عاد تكال، يعني هاد الشرموله ما خصهاش تكون خضراء. غندير فيها الزيت، وغندير فيها واحد الراس الثومه يتحمر شويه باش يرخي داك البنه ديال الثومه في الزيت. وانتم معايا وعاد تشوفوا كيفاش من بعد ما هادو تحمروا ليا، هانتوما غنحيدهم يتحمروا شويه في الزيت، لان القزبر ومعدنوس راه فيه الزيت. غندير العطريه، غندير الكمون والسودانيه والفلفل الاحمر. غندير هانتوما المعلقه الاولى ديال القزبر ومعدنوس،
ندير الكزبر معدنوس، غندير المعلقه الثانيه، لان هاد الشرموله كلها عاد تكال مع الدنجال اللي غنشرمل فيها، هذاك الشيء علاش خصها طيب. المهم غنزيد المعلقه الثالثه، هي بقات لي معلقه ثالثه، غنزيد كلشي لان انا عبرتهم قبل، وغنخلي شويه عنديهم يجيبهم، خليها الشرموله طيب، ونخلي هاد الشرموله، نتوما كتشوفوا الشرموله الزيت راه طاب ورخيت فيه شويه الثومه، قزبر ومعدنوس فيه ثومه. غندير دابا شويه الملح، الملحه غندير على حسب، لان انا قلت لكم كنطحن القزبر ومعدنوس والثومه كنطحنهم بشويه الملحه باش ما نملحش. غندير عي شويه، غندير عي شويه صافي، وعندي ونجيب كلشي، ها نتوما عندي ونجيب كلشي، وعنزيد الخل، الخل ها نتوما غنزيدو تدريجيا، ها هو الخل صافي، غنخليه يغلى غير غير يبدا يطيب صافي، وغنطفي عليه. المهم اهم حاجه ان الشرموله كلها طابت. المهم الخل قلت لكم ما يكونش كامل نص كاس، لان هذا الشيء غيترقد فيه، وغتبقاو تجبدوا على حساب الطلب ديالكم باش تحطوه صافي. ها هو دابا بدا كيغلي، لان بعض الخطرات داك الخل ديالنا كيكون فيه الكحول ولا شي حاجه، اللهم نطيبوه واحد الشويه. ها نتوما هما الشرموله كلها طابت، دابا منين طابت الشرموله كنطفي عليها، كنطفي عليها وكنبدا نحط. ها نتوما كنحط بهذه الطريقه، كنهز وكندخل، حاولوا ما امكن كلشي، هو كلشي غيدخل فيه لان غيترقد ولا غدلن عاد يتكال. نتوما ضروري لا بغيتو تاكلوا في عشيه ولا هكا مع الغدا، خصكم طيبوه على الصباح شويه، الصباح مع ديك بكري باش يدخلوا، ماشي بكري، المهم مع ديك العشرة ولا هذا، من الاحسن يطيب نهار قبل هذا. ها نتوما بالنسبه للدنجال الكبير، ها نتوما يا كيتحط هكا بهذه الطريقه، من بعد غنديروا في شي حاجه اللي غيبقى، وغنديروا في الثلاجه لان دابا بما برد، لان الشرموله سخونه. ها نتوما المهم انا غنكمل وغنرجع معكم.